سلام والله عليكم. مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني الجولة العاشرة. نتعرف على توقيت المباراة والقنوات الناقلة للمباراة. المباراة تلعب مساء اليوم. إذا من أهم غيابات نادي ريال مدريد على مواجهته ضد سيلتا فيغو، هناك حارس المرمى الأساسي ديبو كورتوا، إضافة إلى اللاعب دافيد ألافا، وايضا اللاعب المغربي المتالق ابراهيم دياز يغيب عن هذه المباراه، بالاضافه الى اللاعب ادير ميليتاو وايضا كارفاخال، بالاضافه الى اللاعب جونيور فينيسيوس. من اهم غيابات نادي سيلتا فيغو عن المباراه هناك اللاعب لوكا دي لا توري، وايضا غاليسون، الياكس موريبا، ياغو اسباس. اذا كانت هذه اهم غيابات الفريقين بالنسبه لسجل المباريات بين الفريقين. آخر خمس مواجهات بين سيلتا فيغو والريال مدريد انتهت بفوز النادي الملكي بخمس انتصارات مقابل لا شيء. إذا بالنسبة لاحتمال الفوز في هذه المباراة، الريال 58%، تعادل 22%، و20% فوز نادي سيلتا فيغو. مباراة في الدوري الإسباني الجولة العاشرة. بالنسبة للترتيب، ريال مدريد إلى حد الآن ريال مدريد في المركز الثاني ب21 نقطة، سيلتا فيغو في المركز التاسع ب13 نقطة. مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو تلعب مساء اليوم السبت 19 من أكتوبر 2024. تنطلق سافرة البداية على الساعة 8 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والعاشرة بتوقيت السعودي والمصري. مباراة سيلتا فيغو ضد ريال مدريد تلعب على ملعب بلايدوس، ومن المنتظر إن شاء الله نقل مباراة الريال ضد سيلتا فيغو على قنوات بي إن سبورت. الرجاء دعمنا بلايك الفيديو والاشتراك في القناة.